بدها تقترح بده يتاخد اجراء ثاني، يعني بدها مطالعه من المركز التربوي، نعم، من المديريه العلم الابتدائي او المدارس الابتدائيه، المديريه العامه للتربيه، بدها دراسه. بس هيدا القرار الاني في محله، نعم، واللي مش بمحله قصه الكلام عن الانتخابات المبكره، وكانها هي تهديد، ويعني يمكن جاوز شوي الكلام اللي كان لازم يكتفي فيه نائب رئيسنا الأستاذ الياس، أنه الناس خايفة على مقاعدها. لا، الناس ما خايفة على مقاعدها، كل مين قاعد تحت عرفان من قاعدته تحت. أنا عم بقلك من هلأ اللي قاعدين تحت يمكن دافعهم إلى ذلك أنه يقدروا يخلصوا البلد من خلال انتخاب رئيس جمهورية ووضع البلد على سكة حكومة غير سياسية، نعم، تقنية، نوع من مجلس إدارة إعادة بعث لبنان وهذا، وساعتها بنحكي بانتخابات. نعم، بس شو المخرج من هذه الأزمة؟ يعني بس خليني أقول لك أنه مظبوط اليوم ما عنا قدرة نعمل البروفي، وإن كان هذا القرار صائب مش بس لأنه ما في مواكبة أمنية، هو صائب لأنه أصلا الشهادة لازم تنلغى. وإن كان اليوم لبنان كمان جدد للمجالس البلدية والاختيارية تحت حجة أنه ما في تمويل، إلا أنه اليوم مثل ما عم بقول النائب الياس أبو صعب أنه ما بقى في مخارج لهذه الأزمة، ويمكن تنسد كل البواب، لأنه لا محليا قادرين نعمل خرق ب 65 صوت لأي مرشح، ولا دوليا عم يمشي الحال. يعني صرنا عم نشوف باريس صار لها سنة بتروح وبتجي على الخط وما عم يمشي الحال. اليوم في كلام عن أن المملكة العربية السعودية أيضا مش كتير مهتمة. ما هو المخرج أستاذ مروان من هذه الأزمة برأيك؟ يعني في ناس غصت بالسبعة أشهر وما شبعت بالسنتين ونص انتظارا لفرض العماد ميشيل عون، فبتصور أنه يجب أن يعطى النواب الجدد خصوصا الجدد فرصة لالتقاط أنفاسهم، لأنه لحد هلأ أنا برأيي كانوا بمرحلة روداج، وما بلومن زيادة، في ناس لامتهم كتير من الأول، أنا ما بلومن زيادة بس بهنيهم حتى على التقاط أنفاسهم والعودة إلى شيء من التناغم بين بعضهم في اتجاه معين، أكان هذا الاتجاه أو زاد بدون ما أحكم عليه. الشيء الثاني أنه إذا ما انتخبنا رئيس وحلينا المجلس لا رح يصير انتخابات نيابية، لأنه في خلاف عميق جدا على قانون الانتخاب، وفي ناس قد تقاطع، وقد يكون ذلك فرصة للحديث المفجر عن اللامركزية الإدارية، وبعد ما بدل ما نعمل انتخابات نيابية بصير ينعمل انتخابات أقضية ومحافظات، ومنروح على لامركزية مش إدارية موسعة قريبة من التقسيم، حذارة من اللعب بما هو باق من النظام اللبناني. اليوم مشكلة منا بالدستور، منا باتفاق الطائف، منا بميثاق 43 لا شرق ولا غرب، بالعكس هودي يمكن آخر ضمانات لبقاء لبنان الكبير بحدود 1920 موجود. لا، المشكلة هي أنه كل ما لبنان خرج عن خط وسطي بالداخل وبالخارج، وهون بلش بالخارج بشكل فاقع، يعني أن يأخذ فريق، يأخذ ينحاز لفريق إقليمي أو عربي، نتيجة دائما هيك. رجعي من الاستقلال لليوم، كل ما الإنجليز أخذونا محل، الفرنسوية رجعونا محل، علقنا. لما علقوا الأمريكان وجمال عبد الناصر علقنا، رجعنا اتفقنا على فؤاد شاب. لما بعدين حلف بغداد والحلف الإسلامي والتحالف الناصري فاتوا ببعضهم علقنا، وصار حرب. لما صار اتفاق القاهرة ودخل العنصر الفلسطيني رحنا إلى تسلح في الاتجاهين وصار حرب. لا، البقاء في الخط الوسط
في الحياد الإيجابي. بيخافوا الناس يستعملوا كلمة حياد لأنه ما بيحطوا معها كلمة إيجابي اللي كانت من مفاخر القوى غير المنضوية بل بالمحاور تاريخيا، عبد الناصر ونهرو ونكرومة وتيتو كانوا هودي فخر العالم الثالث. فاليوم ليش لبنان لازم يرجع لهذا الخط؟ لا إيراني ولا أمريكي ولا بتشوفي كيف الأمور الداخلية بتنتظم، ننتخب رئيس منه منحاز لحدا، قادر يمسك المقود في النصف، وحكومة تكون مجلس إدارة خلص هيدي حكومة بيجوا بيتناحر، وهذا متصالح وهذا ما بتصالح، وهذا عجبه وين الصلاحيات. يعني اسمحوا لي اليوم الشيء المنيح اللي عملته الحكومة وأنا برفع لها القبعة هي تثبيت جماعة الدفاع المدني، لأنه هودي صلنا سنوات بنحاول ما كنا نقدر نوصل.